الحمد لله جبت 96%، انا فرحان قوي. الحمد لله انا جبت النتيجة دي، انا فرحان قوي. الحمد لله تعبي ما راحش على الفاضي كده. استنى الواد عمر وبيجيب النتيجة بتاعته. طب يطول ده في الاخر ده. يا رب انجح يا رب، يا رب انجح يا رب. ولا مش السنة دي كانت سنة صعبة جدا. ايه ده كشري يا عبد، جبت النتيجة بتاعتك؟ ايوه يا اسطى اهي. شكلك فرحان، انت نجحت يا اب. جبت 96%. يا ابن المحظوظة 96%. ايوه يا كشري. طب ما شفتش اسمي يا اسطى؟ ما شفتش اسمي؟ لا يا اسطى ما خدتش بالي. خش شوف. يا لا انا خايف قوي يا اسطى، خايف قوي والله العظيم. انا ما بخافش الا من اللحظة دي. خش يا عم ما تخافش، الواد عمر ناصر جوه. كمان عمر جوه؟ يا لهوي يا لهوي. يا رب يا رب والنبي يا رب انجح، يا رب يا رب والنبي يا رب انجح يا رب. خش يا ابني مش جبان يا عم. مش جبان يا عم، مش جبان ولا حاجة. ايه ده الواد عمر جاي اهو، شكله نجح طالع فرحان. خلاص يا عبده روح يا عبده. انت يا عبده انت يا عمر. يلا بقى ربنا معاك. ماشي يا عبده. سلام يا عبده. سلام. نجحت. ايوه انت كريم يا رب معجزه. انا نجح انا نجح. الله اكبر. انا رايح بابا امك. ايه يا عمر عملت ايه؟ عملت ايه يا اسطى؟ نجحت يا ابن ام كسر الحوله ونجحت وجبت مفيش ولا ملحق. يا ابن المحظوظ انت وعبده نجحتوا. يا اسطى ما شفتش اسم؟ طيب ما شفتش اسمك يا عم. اشوفك اسمك ايه؟ وين تاني؟ انا بس شفت اسمي وجبت شهادتي انا ونجحت. الله. طب انت جبت كام في الميه يا اسطى؟ جبت 99.5%. ايه يا عمر، ايه يا عمر اللي انت بتقوله ده؟ اكيد لا طبعا ما فيش الكلام ده. انا ماشي ما كنتش مصدق بس بص شوف شوف. يا لهوي يا ابن اللعيبه عملتها ازاي دي؟ يا حبيبي انا كنت بذاكر يا حبيبي، كنت بذاكر وكنت متكفي على الكتاب ومتخانق اذاكر. مش زيك كنت بلعب في الشارع الجلبان يا عم. ما انا كمان كنت بذاكر والله العظيم يا عمر. طيب ماشي طالما كنت بتذاكر يبقى هتنجح. اللي بيذاكر بينجح يا حبيبي. يلا خش شوف شهادتك. ماشي يا عم ماشي. يا رب يا رب والنبي انجح يا رب. روح روح يا رب والنبي انجح يا رب. انت عملت ايه يا كوش؟ انت متاخر قوي. عملت ايه يا منيل؟ ما تقعدي بقى يا حوله دلوقتي، الواد يجي. ما رحتش تقرا وزنت تجيب الشهاده انت ليه؟ مش قادر مش قادر يا حوله. على طول مش قادر. وانت يا واد ما رحتش مع اخوك ليه؟ ما هو ما رضيش ياما ياخدني معاه. اعمل ايه طيب؟ ما رضيش. طيب ماشي لما يجي لي بس. اقعد يا وليه بقى بالصبح خلاني رايحه جايه رايحه جايه. في ايه؟ بقول لك يا ابو زين مش عاوز اسمع صوتك. يا وليه اقعد دلوقتي، الواد يجي ما تقلقيش. لا يا اخويا قلقان، لازم اقلق. يا ام كشري مش الواد كان بيذاكر؟ ايوه يا ابو زين كان بيذاكر. خلاص يبقى هينجح. ماشي ان شاء الله هينجح، ان شاء الله يجيب نتيجه كبيره. اهدي بس يا ام كشر، وان شاء الله كشر دلوقتي يجي ويفرحنا كلنا. ماشي يا واد يا زين اديني هاديه اهو. ايه يا مامي كشر جه؟ يا مامي ولا لسه؟ لا لسه ما جاش يا بنتي. يا مطوط دلوقتي يجي. بص يا ماما ما تقلقيش، ان شاء الله كشر هيجي وهيجيب لنا شهاده وهو ناجح. يا رب يا رب اسمع من بوك ربنا يا رب. خلاص ماشي يا ماما، انا اخش بقى اعمل الاكل. خش انت يا بنتي يا مطوط. يلا. حاضر يا بابا. ابويا عاوز ايه؟ انت شايف ان كشر هينجح ولا لا؟ ان شاء الله ان شاء الله هينجح يوم. يا ابويا انا قلقان بامانه. بس بقى احسن امك تسمعك اخرب بيت امك. خلاص ماشي يا ابويا. تتودوا تقولوا ايه؟ مفيش حاجه يا حوله مفيش حاجه. ماشي. الواد اخر قوي، الواد اخر قوي. الوقت كشر يجي. هو انت محدش فيكم حاسس بيا ليه؟ محدش حاسس بيا ليه؟ ده انا فاهم. يا وليه يا بنت الجزمه قلت لك الواد دلوقتي يجي، بطلي ندب بقى. ماشي ماشي يا ابو زين هقعد اهو. يا رب يجيبك بالسلامه يا واد يا كشر. يا رب. طب انا يا جدعان هنزل ادور عليه دلوقتي ومش هاجي الا بيه. ماشي. ايه ده اللي انا شايفه ده؟ الحمد لله الحمد لله انا جبت 99%. ازاي ازاي؟ ايه الغباء ده؟ ما انا كنت بذاكر، ما انا كنت بذاكر لازم انجح. انا امي هتعمل لي شربات وتفرق لي الحاره كلها. اللهم صل على النبي. افرحي يا اما افرحي يا اما. خلاص يا كريم بقى يا كريم، ما تزعلش بقى. ما تزعلش ايه يا عم؟ انا جايب 40% في ثانويه عامه. هو انت بقى جبت 40% عشان انت ما كنتش بتذاكر؟ بامانه انا فعلا كنت بذاكر. طب انا ما كنتش بتذاكر، زعلان ليه بقى؟ يعني انت اللي كنت بتذاكر قوي يا اخويا. اه يا حبيبي، ده انا جايب 81%. 81%؟ يا ابن المحظوظه. اه يا حبيبي، ما هو اللي بيذاكر بينجح. انت بقى ما ذاكرتش، عايز تنجح ازاي بقى؟ خلاص يا عم ان شاء الله السنه الجايه هذاكر وهنجح ان شاء الله. ناجح يرفع ايده. ناجح يرفع ايده. ايه ده ايه ده؟ انت على كشري. ناجح يا رجاله. عاملين ايه يا رجاله؟ جبتوا النتيجه ولا لسه؟ اه يا عم انا جبت النتيجه. انا كمان جبت النتيجه. فيها كريم مالك زعلان لي كده؟ اه يا عم انا جبت 40% يا كشري. يا لهوي 40% يا فاشل يا فاشل. ما انت ما كنتش بتذاكر. ايوه ما بقتش بيذاكر، هو لسه قايل لي كده. بقول لك ايه يا عم انت وهو ما تصدعنيش بقى. بس بقى خلاص انت شكله زعلان. معلش يا كريم، ذاكر عشان تنجح لازم تذاكر. وانت يا اسطى عملت ايه؟ انا ربنا فخر
جاب 81% يا حبيبي. قول والله يا اسطى. اه والله العظيم يا كشري، هو انا زي الفاشل ده ولا ايه؟ ولا يا بتخيط اتحسب عليك يا بقى كريم. بقى سيب العصايه يا عم، تعرف عاوزي. انت مش شايف الكشري يا حبيبي فاشل فاشل؟ بامانه يا كريم ايوه انت فاشل، عشان انت عيل فاشل كده وما تصعدناش تاني طالما ما بتذاكرش وتنجح زينا. والله العظيم هديك العصايه دي في وشك. ايه يا عم انت، ايه يا عم في ايه يا عم انت، بجح ليه يا عم؟ يعني فاشل وبجح. شايف الكشري شايف؟ ايوه كريم شايف. بص يا فوزي، انت احسن حاجه اللي انت نجحت يا. يلا بقى روح فرح امك. انا راح افرح امي وابويا واخواتي في البيت واوزع شربات النهارده واخربها. ماشي يا كشري، يلا يا فاشل، يلا سيب المغرب بتاعتك واجري. لا انا فوزي يا ناجح. يلا يا فاشل، يا فاشل سلام عليكم. خلاص ماشي، ان شاء الله السنه الجايه هذاكر واجيب درجات احسن منكم. الحمد لله الحمد لله، انا نجحت ولاد فوزي نجح، ولاد عمر نجح، ولاد عبده نجح، كلنا نجحنا الحمد لله. يعني العيال صحابي كلهم نجحوا الا الواد القصير اللي شبه القصعه ده شبر ونص، بس مش مهم يا عم. ان انا كده ناجح ولا مش ناجح؟ 50% ازاي بس؟ انا مش فاهم حاجه. الحمد لله. انا هطلب بقى عجله وهطلب حاجات جامده كده من ام كشري، ده انا جايب 99%. ناجح يرفع ايده. ايه يا اسلام، ازيك يا كشري؟ ايه يا مالك يا ده، وشك مكرمش كده ليه؟ يا عم لسه جايب الشهاده يا عم. طب كويس، انا كمان لسه جايب الشهاده. طيب يا كشري وعملت ايه؟ 99% يا صاحبي. يا ابن اللعيبه يا كشري، قول لي بقى اصلا انت جبت كام؟ المهم تعرف يا كشري، مش المهم تعرف. يا عم قول يا عم، فيها ايه يعني؟ جبت 50% يا كشري. يا لهوي 50%؟ يا عيل يا فاشل، يا عيل يا فاشل. اعمل ايه يا كشري؟ انا ما كنتش بذاكر كتير. هو ده اخره الناس اللي مش بتذاكر، ذاكر عشان تنجح زي كده بالظبط. انا ايه، ذاكرت وبقيت بذاكر كويس جدا وربنا كرمني الحمد لله وجبت 99%. خلاص بقى يا كشري بقى يا عم، امشي يا عم. يلا يلا يا فاشل، يلا يا فاشل امشي. الحمد لله. يا ابن المحظوظة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عملت ايه يا واد؟ لا يا اما انا مش عارف اقول لك ايه. يا لهوي، ايه اللي مش عارف اقول لك ايه؟ يعني نجحت ولا لا؟ انجز ياض، انجز ياض، رد على امك، جبت الشهادة ولا لا؟ اصل كان في زحمة كتير هناك. ايوه يعني جبتها ولا لا؟ اهدي بس يا حونة اهدي، انت قول انجز ياض بقى ولا يا بص يا ابويا بقى بصراحة. ايه بقى يا الصراحة؟ انا جبت 40%. نعم؟ في ايه ياما؟ هو ايه اللي في ايه يا ابن الجزمة؟ 40% ايه؟ والمذاكرة انت كنت بتذاكرها دي؟ ثواني بس يا حونة ثواني، ولا وريني الشهادة اللي في ايدك دي. يا ابويا بقول لك 40% يا ابويا. بقول لك وريني الشهادة اللي في ايدك دي. ما تسمع الكلام ورا الشهادة لابوك يا واد. حاضر ياما حاضر، خد يا ابويا. يا ابن الجزمة. في ايه يا ابو زير؟ الواد جاب 99% يا ام كشري. انت بتقول ايه يا ابو زير؟ انت بتهزر ولا ايه؟ والله العظيم اهو. الكلام ده بجد يا واد يا كشري؟ ايوه يا اما. يا ابن الجزمة، اما بتقول جايب 40% ليه؟ يا اما بعمل فيكي مقلب. في ايه؟ مقلب ده احلى مقلب. زغراتي يا حاج زغراتي، انت يا بنت يا بطوط. هي بابي اخوك كشري يا بنت جاب 99%. يا ابن الايه يا كشري، 99% في الثانويه العامه؟ ايوه طبعا يا بطوط. بص انا ما كنتش بقوم من على الكتاب. والله العظيم شاطر جدا ما شاء الله عليك. المهم بقى ابويا انت وامي. ايه يا حبيب امك، انت عاوز ايه؟ ايه يا كشري في ايه؟ عاوز بقى مكافاه منكم انتوا الاثنين. اللي تقول عليه يا منيل هجيبهولك. بس بقى ام كشري عاوزك تجيبي لي عجله كبيره. خلاص ماشي يا واد، هجيب لك العجل. وانت بقى ابو الزير عايزك تظبط لي خروجه جامده كده. اقسم بالله يا كشري لو اديك انت واخواتك وامك الملاهي واروق عليكم. ايه ده والله العظيم يا بابا، تودينا الملاهي؟ ايوه هوديكم الملاهي، بعد اللي انا شفته ده مش خساره فيكم كلكم. تسلم يا ابو الزير تسلم. وانا هروح معاكم يا بابا؟ ايوه يا بنت يا بطوط كلكم. هو اخويا فين ياما طيب؟ نزل يا واد يدور عليك، كنت قلقان عليك قوي. طب دلوقتي يجي. المهم يا ابويا اروح الملاهي امتى؟ يلا تخش البس عشان نروح الملاهي دلوقتي. يلا يا بنت يا بطوط خش البس، وانا كمان يا ابو الزير اخش اظبط نفسي. وانا كمان اخش اغير. وانت يا ابو الزير غير الجلابيه اللي انت لابسها دي. لا حاول انا اروح كده. يلا بسرعة عشان ما اغيرش رايي. لا 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 خلاص يا ابو الزير ما تغيرش رايك، احنا قايمين. بقول لكم يا باب قلبي، كل اللي نجح في الثانويه العامه ينزل دلوقتي يقول لي هو جاب كام، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده واشتراك. في فيديو ظهر هنا وفيديو ظهر هنا، خشوا اتفرجوا عليهم. الف الف مبروك لكل اللي نجحوا. حبايب قلبي، باي باي.